أحب الفقاعات. هذا جيد، إليك المزيد منها. هي، هذا كرز. مرحبا، انظروا ماذا أفعل. من يريد أن يرى رقلتي؟ إنها مدهشة. فقاعات جديدة. بينون، انضم إلينا في لعبة الفقاعات يا كرز. هيا يا كرز، روزي ورومبا هما أبرع من ينفخ فقاعات. رقلتي القوية أفضل. وهذه فقاعة جديدة، روزي ورومبا يحبان نفخ الفقاعات. ننط ننط ننط، هوب هوب هوب. أهلا يا كرز، ألم تفقع الفقاعات؟ مستحيل، لعبة مملة. صحيح؟ أنا أرى أنها مدهشة. المهم، سأذهب إلى لين، إنها ترسم صورة لي. فهمت، ظننت أنكما تلعبان لعبة التنكر. أبداً. فقاقيع فقاقيع، تنط تنط. انظروا كيف تعلم روزي ورومبا بسرعة نفخ فقاعات جميلة. أنا سئمت من فقاعات روزي ورومبا المدهشة. أنا بارع في بعض الأمور ككرة القدم، وأنا بارع في صنع الفقاعات. سأبرهن ذلك، سترون. قطرة، اثنتان، قطرتان تكفيان، إنه خليط فقاعات قوي. سأقوم بتجربة لأتأكد. روزي، رومبا، أهلا يا كرز، هل بقي خليط للفقاعات؟ نعم، الكثير. حسنا، إن أعرتماني إياه سأريكما أكبر فقاعة في العالم. حسنا. استعمل القليل منه، إنه قوي جدا. هل حان دوري؟ خليط الفقاعات. أضف قطرتين، قطرة، اثنتان. سأضع الأفضل، الخليط كله. رسم جميل يا لين، وماذا عن رسم بلبلة؟ يا بلبلة لم ينتهي، ليس بعد. لماذا لا ترافقيننا يا بلبلة؟ كرز يريد أن ينفخ الفقاعات. كرز، لكن قال إن الفقاعات مملة. اسمعوني جميعاً، استعدوا لمشاهدة أكبر فقاعة شاهدها العالم كله. هاي. أحسنت يا كرز، فقاعة لطيفة. لا أريدها لطيفة، أريدها كبيرة. هذه المرة سأنجح. انظروا لهذه. ليت لين ترسم بشكل أسرع من هذا، إنني أنتظر من فترة طويلة. لقد نجحت، لقد نجحت. انتبه يا كرز. انتبه، أين تسير؟ كيف سنخرجها من هناك؟ ربما ستفقع وحدها. ليس إن استعملت المزيج كله، لقد صنعت فقاعة قوية، قوية جدا جدا. يا كرز. أوه. أمسكوا هذه الفقاعة.
مناسب تماما للاسترخاء. بلبلة، أرجوك ابتعدي عن الغسيل. أوبس، آسفة يا بينون، ولكننا أمام مشكلة الفقاعات. يا لك من فنانة يا لين. شكرا يا أرزة، لكن أين هي بلبلة؟ لقد حان موعد رسمها. إنها الآن وراءك مباشرة. انتبهي. اخرجوني من هنا. كيف يمكن أن ننزلها؟ لا أعرف يا رومبا. أنا أردت أن أبرهن لهم أنني الأفضل في شيء ما. كل ما أردته هو أن يشاهد أصدقائي ركلتي القوية. هل يمكن أن ترينا ركلتك الآن؟ اركلها على الفقاعة لعلها تفقع. ياي! رفرفي يا بلبلة، رفرفي. نعم، لا أحد يركل الكرة مثلك يا كرز. ولا أحد يصنع فقاعة مثلك، أرجو ذلك. يا له من يوم جميل يا رومبا. رومبا، ما المشكلة؟ الممرضة لين قادمة. لا تدعيها تلفني بالأربطة أو تضع اللصوق على ركبتي. لن أقول ثانية. مسكين يا رومبا. يا له من يوم جميل يا رومبا. رومبا، ما المشكلة؟ الممرضة لين قادمة. لا تدعيها تلفني بالأربطة أو تضع اللصوق على ركبتي. لن أقول ثانية. مسكين يا رومبا. لا بأس يا كرز، أنا هنا. قل لي أين مكان الألم؟ لا تقلقي يا لين، أنا بخير. لين تحب أن تكون ممرضة، صحيح يا رومبا؟ لا، إنها قادمة إلى هنا. لا يويو قبل أن تتحسن يا رومبا، والقفز أيضا ممنوع يا رومبا. حسنا يا ممرضة لين. أصبحت بارعة في لعب دور الممرضة يا لين. شكرا يا روزي، كم أتمنى لو لم يكن لعبا. أتمنى أن يكون عندي مريض، شخص أعتني به فعلا. أهلا يا بينون. مرحبا يا روزي، أحتاج إلى المساعدة. إن زهرتي كئيبة وحزينة جداً، هل يمكن أن تفرحيها؟ هل حاولت أن تسقيها بالماء؟ نعم، بالكثير منه. نعم، هل كانت تحت أشعة الشمس؟ نعم، الكثير من الشمس. يهي! ربما تحتاج إلى شيء يسندها، إنها زهرة كبيرة. أصبت يا رومبا، أنت عرفت الآن السبب. حقاً؟ نعم، إنها تحتاج المساعدة، هي في حاجة إلى تمريض فعلي. ماذا؟ تمريض؟ نعم، تحتاج إلى مساعدتي. شكراً يا ممرضة لين. وبفضل الممرضة لين تحسن العش أيضاً. وأخيراً اعتنت الممرضة لين بشيء ما، فالأشياء أيضاً تحتاج إلى العناية. هيا جميعاً لنبدأ العد العكسي. هل ساعة التوقيت جاهزة؟ هل أنت مسوء؟ أوه.
كرز! كرز، هل أنت بخير؟ هل أذيت رجلك يا كرز؟ أم بطنك؟ ركمي القياسي! لا تهتم به الآن، هل تشعر بأي ألم؟ هيا ابتعدوا جميعاً، هيا ابتعدوا. هل سيكون بخير؟ سيكون بخير، لكن عليك أن تريحه طويلاً. شكراً يا ممرضتي. كرز، ماذا تحاول أن تفعل؟ سأحطم الركن القياسي وبعدها أستريح. لن تلعب على المزلاج قبل أن يتحسن أصبعك، مفهوم؟ يبدو أن علي أن أهتم بك جيداً، اتفقنا؟ يبدو أن الممرضة لين وجدت مريضها الحقيقي. حسناً، إذن هجوم! هل أساعدك يا بلبلة؟ هكذا أفضل. شكراً يا رومبا، لا أعرف ماذا كنت سأفعل لو لم تأتي. حسناً، طالما أنني ساعدتك فهل تساعدينني؟ أي نوع من المساعدة؟ أريد أن أمسك بغيمة. طبعاً طبعاً. وفكرت طالما أنك تطيرين فأنت أفضل من يمسك بالغيمة. حسناً يا رومبا، كلمة أفضل هي كلمة طالما تستعمل في وصفي. سأستخدم الآن قوة سحري ورفيف جناحي لأحضر لك غيمتك. حظاً سعيداً يا بلبلة. سألقي الآن الكلمات السحرية للإمساك بغيمة. كيولم سنيمبو بينكي تينكو. تحاولين أن تصعبي الأمر علي؟ هيا يا غيمتي، رومبا يريد أن يراك. انزلي، هيا يا غيمة. ماذا تحاول أن تفعل؟ ماذا تفعل بلبلة؟ كدت أصل يا رومبا. انتبهي. معذرة. ما هذا؟ لقد منعتني من الإمساك بالغيمة. أمسكت بي بدلاً منها. هل أنت متأكد أنها فكرة جيدة؟ ها؟ طبعاً إن أردنا الإمساك بالغيمة ستغطي طائرتي بالصمغ؟ نعم، والآن ما أريده هو أن تنطلق على دراجتك بأقصى سرعة ممكنة ثم تترك الباقي للطائرة الورقية. هيا، جاهز؟ انطلق! جيد، أسرع! جيد، لقد وصلت إلى الغيمة، سوف ننجح! وهو! لا أصدق، سنمسك بغيمة، كيف هو الوضع الآن؟ ليس جيداً كما كان من قبل. رومبا! فهمت كيف علق منقارك فيها، إنها ضخمة. ما هذا؟ على الأقل أحدنا سعيد. رومبا! رومبا! أنا أعرف كيف يمكنك الإمساك بغيمة. كيف؟ احتمي في أغصاني يا حبات البلوط، إنها تمطر. إنها تمطر! إنها تمطر! نعم، إنها تمطر يا رومبا. بمعنى؟ تلك الغيمة ما هي سوى قطرات ماء صغيرة.
إنها خفيفة ولذلك تسبح في الفضاء، ولكنها أحياناً تصبح ثقيلة فتنزل في شكل مطر. إن أمسكت بالمطر فكأنك تمسك بغيمة. إذن هنا توجد غيمة. إنها غيمتي. نعم، أليس هذا مدهشاً؟ أجل، هذا مدهش. شكراً لأنك لم تستسلمي. لقد أمسكنا بغيمة. ماذا هناك يا بلبلة؟ هل رأى أحدكم كرز؟ أنا أظن أن هذه له. كرز يا نوت، كرز يأتي. طائرتي. ما هذا؟ آسف، أخطأت ثانية. لكنني أمسكت بغيمة. انظر. رومبا، هذا مجرد ماء. شكراً. أوه، انظري، قوس قزح جميل يا روزي. وهل ستطلب مني الآن أن أمسك لك بقوس قزح؟ لا تكوني سخيفة، هذا مستحيل. لكن أود قطعة من القمر لأنه مصنوع من الجبن. عليك أن تكتفي بشطيرة من الجبن. تذكر، نزهتنا لم تنتهي بعد. هذا كلام مفيد.